تخيلوا دلوقتي بقى، عشان احنا اكيد الماتشات هتعمل زحمه في الشوارع بالليل، لكن دلوقتي احنا في ساعات الصباح الاولى حابين ناخد حضراتكم كده في جوله مريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، وخصوصا ان الناس بدات تنزل. هنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر للمتجه لمنطقتي رمسيس وغمره. هنلاقي فيه كثافه مروريه، اما اللي مكمل على الكوبري في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لكوبري تحيا مصر اللي بيشهد سيولة مرورية. هندخل الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات الغير مؤثرة، ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ولو فضلنا مكملين لحد كوبري روضة هناك برضو بعض الكثافات. ناخد بالنا بقى انه تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، مما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية. وكمان الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي. ده يستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد وحتى شارع الجزائر، وهيكون في تحويل لحركة المرور تجاه شارع المذبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري. هنكمل جولتنا معاكم بقى ونروح بشوارع الجيزة، ونبدأ جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة هتصل إلى 500 متر، ده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. محور 26 يوليو القادم من أكتوبر في بعض الكثافات المرية للمتجه إلى ميدان لبنان، وبتقل عند نادي الزمالك وعند كوبري 15 مايو، لكن ناخد بالنا من غلق ميدان سفنكس، ده بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالدائري من خلال شارع أحمد عرابي. أما محور صفت ففي كثافات مرية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. هنروح معاكم لمحافظة القليوبية، هنروح شارع أو هنروح شبرا الخيمة، هنلاقي كثافات مرية في الشارع الجديد لكنها متحركة، وبيفضل أو بيفضل استخدام محور الفريق العصار اللي عايز يروح منطقة شرق القاهرة، وخاصة القادم من طريق شبرا بنها الحر. أما القادم من طريق الزراعي في كثافات مرية عند الدائري بتقل عند كوبري ألمة، وكمان دي بتزيد أو يعني تظهر تاني عند مدخل المؤسسة. هنكمل جولتنا مرية ونروح بورسعيد، وتحديدا من شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرية. لو كملنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرية، ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع. وبكده خلصت جولتنا المرية، خدناكم في معظم محافظات الجمهورية. هرجع مرة تانية لبسنت ومصطفى علشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.